مرحبا ويسعد لي اوقاتكم، ويا رب تكونوا جميعا بالف الف خير. انا محمد فرزات، اليوم جات لكم بوصفه رائعه خطيره. اكيد الكتار ناطرين هي الوصفه لانه دائما بتسالوني عنه، للبطيخ للجبس دائما بتسالوني عنه، انه معلش ناكل بوقت العشاء. انا عم بعمل طريقة حبوب خميرة البير، ففيني اكل على العشاء بطيخ. اليوم هذا الجواب او هذا السؤال رح جاوبكن عليه بهذا الفيديو. فأمن ما نبلش، اكبسوا لايك للفيديو، واللي مو مشترك بالقناة يشترك، ويلا خلينا نبلش. وقتكم عن جديد، يلا لشوف حظي منكم. يا حظي من متابعيني الحلوين الغالين اللزوزين، بسم الله الكريم. يا حظي من متابعيني على اليوتيوب وعلى التيك توك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لك يسعد لي قلبكم، لك والله بعرف انكم بتحبوني، والله والله حلو حلو حلو. حبيت 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 حبيت. هي طلع القلب احمر مثل المبين عندكم. هلا خلينا نشوف الشمامه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بركب بالصوره هيك يمكن. ايه يا عيني يا عيني. هاي الشمامه لازم ذوق، لازم ذوق شقفة من البطيخ. بعرف هلا الدنيا انا هيك بقص البطيخ، مع اني انا مش كتير باكل بطيخ، بس حبيت جربلكم او قلكم هالوصفة لانه الكتار بيحبوا البطيخ، وهن عم يستخدموا احدى الطرق تبعوتي تبعوت التنحيف. ف حجاوبكم تكرم عينكم ليش انا كان متابعين عندي. بسم الله، آسي آسي يا جماعة، والله آسي. هذا بطيخ ألماني مو بطيخ عربي هذا تبعنا. ف هلا هاي الحركة بصراحة أنا شفتها على التيك توك، ما كنت بعرف إنه هيك بينقص البطيخ. فهلا بدنا ندوق شقفة من البطيخ. هاي القطعة فيها 25 سعرة حرارية، فتخيلوا إنه هاي القطعة فيها 25 سعرة حرارية. رح دوقها. بسم الله. طعم طابت لقلوبكم، والله العظيم طعم طابت لقلوبكم. فهلا حفرجيكم الكمية يلي بتقدروا تاكلوا منها بطريقة حبوب خميرة البير. سألتوني كتير إذا مسموح ناكل بطيخ أو جبس، فأنا اليوم حفرجيكم الكمية. هلا كل 100 جرام من البطيخ فيه 25 سعرة حرارية، هاي بتعتبر تقريبا 100 جرام، فهي فيها 25 سعرة حرارية. هلا بناخذ كمان. تتراوح يعني مو اكيد 25، تتراوح مثلا هاي فيها 20 سعرة حرارية. هون صار عندنا تقريبا شي 40 سعرة حرارية. هون صار عندنا 75 سعرة حرارية. هلا منكفيهم عن 100، شو رأيكم منكفيهم عن 100؟ هاي هيك 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 نكفيهم على 100. ويا عيني على 100.
هذا الصحن او هاي الزبدية من البطيخ فيها 100 سعرة حرارية. انا شو حاعمل؟ انا حادلقها هون زبدية اكبر. انا عم بعطيكم السعرات الحرارية الموجودة بقلب البطيخ. فهي الزبدية فيها 100 سعرة حرارية، كل 100 جرام فيه 25 سعرة حرارية. فهذا هو البطيخ. هلأ كيف انا باكله او كيف انا بدي اتعشى هذا الصحن او هي الزبدية؟ عندي جبنة فيتا هون، مثل ما شرحت سابقا انه جبنة الفيتا او الفيتا اليونانية فيها اقل سعرات حرارية بين انواع الجبنة، يوجد فيها اقل سعرات حرارية من بين انواع الجبنة، جبنة الفيتا. فهذا هو البطيخ، منحط الجبنة. انا حطيت تقريبا شيء شقفة، شفتوا كيف حطيت؟ فيني كمان زود. هاي اللي قصيتها انا بتطلع شيء 30-40 سعرة حرارية. شو كمان بدي حط؟ بدي حط نعناع. بدي حط نعناع بالصحن، ولا اروع من هيك. جربوها. انا هي الوصفة او هذا الصحن اكلته وقت كنت باليونان، ولا اروع من هيك يا جماعة. البطيخ مع الجبنة مع النعناع رائع رائع رائع. فهذا النعناع، معلش تحملوني شوي، ما بدي اشتغل بسرعة. عادي هون، عادي هون، ما تتحركي. نحط هيك على الوجه. وعندي هون التوت العلاق، هاد التوت العلاق، هذا 100 جرام. بهال 100 جرام فيهم شي 25-30 سعرة حرارية. هدول توت العلاق، هذا هو توت العلاق. فمنحط كم وحدة؟ ما بنكتر هيك، منحط كم وحدة. ويا عيني ويا عيني، صحن البطيخ او الجبس يلي عنا فينا هيك نتعشى. بصير اذا كنتوا عم تستخدموا طريقة حبوب خميرة البيض فينكم تتعشوا هذا الصحن، او فينكم بين فترة الغداء وفترة العشاء تاكلوا هذا الصحن فقط. هذا الصحن فيه 150 سعرة حرارية، 150 سعرة حرارية. الشمام فيه سعرات حرارية اكثر من البطيخ. فمنحطه بالزبدية تبعية التقديم، وبحاول اني ما كتر جبنة. هي الشقفة هي نفسها، بحاول اني ما كتر لانه الشمام اوريدي فيه سعرات حرارية. بس طيب الشمام مع الجبنة طيب. شفتكم بهالحكي يا جماعة، يؤكل شرعا. بلا ريجيم، بلا بطيخ، بلا بلوطة، مو؟ يلا قولوا ايه، قولوا. هاي البطيخ او الشمام او البطيخ الاصفر. هلا بنحط له كمان نعناع. ويا عيني على النعناع، ويا عيني على النعناع. مثل ما حكيت فيديوهات سابقة، النعناع او الاعشاب لا يحتوى على سعرات حرارية ابدا، فحطوا ولا تخافوا ابدا، حطوا ولا تخافوا ابدا من فكرة السعرات الحرارية، لانه لا يوجد سعرات حرارية.
هلا صار وقت انه نضيف كمان التوت العليق. هذا التوت العليق كم وحدة، ما تكتروا، واذا بدكم كتروا عادي. يعني هذا 100 جرام فيه شيء 25 سعرة حرارية. هذا غير التوت البلدي الاسود اللي فيه سعرات حرارية اكثر، هذا التوت العليق بيجي حامض، فهذا فينكم تكتروا منه. هذاك التوت فيه سعرات حرارية اكثر، فهيك نعتبر نحن جاهزين للاكل. وهيك عنا صار صحن البطيخ مع جبنة الفيتا مع توت العليق مع النعناع، وصحن الشمام او البطيخ الاصفر كمان مع جبنة الفيتا مع توت العليق والنعناع. هذا صحن البطيخ فيه 150 سعرة حرارية كامل متكامل مع الجبنة مع توت العليق مع النعناع. هذا صحن الشمام او البطيخ الاصفر فيه 175 سعرة حرارية. الشمام او البطيخ الاصفر فيه سعرات حرارية اكثر من البطيخ الاحمر. كل 100 جرام من البطيخ الاحمر فيها 25 سعرة حرارية، كل 100 جرام من البطيخ الاصفر او الشمام فيه 30 سعرة حرارية. فانتبهوا، انا اعطيتكم التعليمات والسعرات، فانتوا انتبهوا. هلا السؤال بيجيني، فيني اكل هدول الاثنين على وجبة العشاء؟ فينك تاكلي هدول الاثنين على وجبة العشاء، فيهم 325 سعرة حرارية. طبعا اي طريقة من الطرق اللي عم تستخدموها عندي على القناة فيها نص ساعة مشي سريع يعني رياضة، فانتو بتحرقون لهدول الاكلات. ف 325 سعرة حرارية على العشاء يا بلاش يا بلاش، فكتر منه يا بلاش، وبتبورد القلب. وهلا الدنيا صيف، فبنصحكم تجربوا هاي الطريقة، وهيك انتو ما عم تنحرموا من شيء ابدا. فهذا هو البطيخ وهذا هو الشمام. فبتمنى يا رب هيك تكون فتكن وجاوبت على اسئلتكن، انه الكتار عم يعني طريقة خميرة البير ومحتاجين هذا الجواب. فاذا حبيتوني لا تنسوا تدعموني هون على القناة باشتراك وبلايك، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك. بحبكن كتير، ويلا سلام.